فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. عندنا أيضا من الألفاظ التي أتى بها القرآن وهي متقاربة جدا في المعنى، وكما قلنا نمنع الترادف لأن هناك فروقات يسيرة، وهذا ثراء للغة وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على 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 إعجاز هذا الكتاب الكريم. نعم، أقول دمدم، دمر، محق، محا، أهلك. شوف هذه دمدم فيها طغيان وفيها تغطية أو تامة مطبقة كاملة، دمر فيها نوع إزالة، أيضا محا ومحق فيها إزالة، أهل إهلاك، ما في عودة بعد إهلاك. فكأن الألفاظ الأربعة تشترك وتشتبك في معنى قريب جدا وهو الإزالة، الإزالة. فالمعنى معنى الإزالة، الإزالة ومعنى مشترك في المحو والمحق والهلاك وأيضا التدمير والدمدمة. لذلك الدمدمة في اللغة الغشيان والتغطية، يقال دم أو دم الثوب أي طلا، ودمدم الشيء ألصقه بالأرض. والتدمير في اللغة هو معنى الدفن، يقال دمر السير المكان أي دفنه أذهب أثره، وهي كما قلنا نوع الإزالة فيها ظاهر، نوع الإزالة فيها ظاهر. والمحق من النقصان، شوف محاق، المحق من 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 النقصان الذي يصل إلى الإزالة أيضا. رضي الله عنك أستاذ أحمد حسن، رضي الله عنك، عليكم السلام وكاته، عليكم السلام وكاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت أستميحكم عذرا على أنني عجلت بوقت الدرس، لأنني أواجه يعني في إخوة عندهم مشكلة كبيرة جدا، ليسوا إخوة يعني ناس من عام الناس، مسألة فيها دماء، فلود أن أكون فيها، فسامحوني على أنني عجلت بالدرس، أردت أن أجمع من المصالح، لأنني أعلم أنني لو جلست في المجلس في المشكلة هذه مش هيكون عندنا أي وقت للدرس، فعجلت به، سامحوني. والمحو في اللغة معنى ذهاب الشيء، يعني حتى وأن لم يكن فيه أثر. الهلاك لا أثر ولا رجوع، لا أثر ولا رجوع، لا المكسر شغال، المكسر شغال حضرتك، شغالهم حتى وأرسلت رسالة لهم هو شغال. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، افتقدناك كثيرا جدا، و لو كانت هناك وسيلة كنت أستطيع أصل لأسأل عنكم لسألت عنكم أيها القعقاع، وأقسم أنني كنت أدعو لكم كثيرا، ما أدري ما الذي يحدث، لعلكم تدعون لي، لأنكم ما فرقتموني في رمضان جدا، وقلت أسأل الله أن يكون الأمر على خير وأن تكونوا على كل خير وتكونوا في أحسن حال. عامة الحضور مهم لنا، لأننا نفتقدكم ونعلم أنكم على حرص شديد، لن نعاتب، لأننا المهم أننا اطمأننا عليكم، والطمأنين عليكم صراحة تغنينا عن المعاتبة. رضي الله عنك يا قعقاع، أحسن الله عليك، أرفع على مقامك، وأدام الله الخير عليك ويسر بك ونفع بك الأمة بأسلها، حفظكم ربي. الله أكبر، بس أنا أعلم ذلك، الحمد لله وشكرا لله. ما أدري ما أصل هذه، الله لا يضيع ذلك، القلوب لا تتوافق أو حتى الأذهان. كنت لما أفكر كثيرا في 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 القعقاع الفاضل، قلت هو ما أراد إلا الخير ويدعو بالخير، فضل الله يؤتي ما شاء. رضي الله عنك وأحسن الله عليك وأسعدك وأدخلك السرور، وجعلنا وإياك من المغفور لهم ومن عتقاء من النار في هذا الشهر الفضيل. إذن الهلاك كما قلنا هو يكون محو بعد القيام، يكون السقوط، وسيكون السقوط أيضا مدويا. والهلاك يشعر بعدم، طيب ماشي حاضر، يشعر الهلاك يشعر بعدم الرجوع مرة ثانية. يبقى إذن الألفاظ الأربعة يكون فيها الإزالة، يتفقون جميعا في الإزالة. طيب أنا سأجيب عن الأسئلة بعدها.
حديث باطل هذا أحمد، هذا حديث باطل لم يصح. سنفتح المكسر ثانية، سامحوني. وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليكم جميعا. دمدمة جاءت في القرآن مرة واحدة وهي في معنى التغطية كما قلنا، وهي تشترك في مسألة الإزالة. دمدم في معنى التغطية، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي أطبق عليهم العذاب فغطاهم جميعا. نعم. وهنا هي أصلها دمما، وتعلمون أن تكرار الدال في هذا الباب معناها الزلزلة والرجفة، ومعناها أيضا المبالغة فيما كان عليهم من التغطية، فكان العذاب مضاعفا، وكان عذابا أليما عظيما في هذا الباب. أما دمر فقد وردت في القرآن كثيرا، يعني ما يقول من 10 مرات. قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولابد أن تعلم أنها هي أصلا التدمير جاء على طائفة طغت وتجاوزت وعلت واستطالت، لذلك جاء التدمير كلية فيه نوع الدمدمة، وفي أيضا ما يعلم من ذلك على أنه إزالة بالكلية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا قرية، شوف بأسرها بأكملها بما فيها ومن عليها. رضوانك أبو غنم أحسن الله عليك، رضوانك يا مليكة أحسن الله عليكم جميعا. طب أنا سأجيب الأسئلة بعد الدرس إن تفضلتم عليها بالسماح. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. شوف فدمرناها تدميرا وتأكيد على المحو والإزالة عموما، وفيها شدة الإلام عند التدمير كما فعل الله تعالى بأبرهة ومن معه. وأيضا في الكلام على إنجاء المؤمنين وتدمير الآخرين فيها أيضا عموم التدمير، وفيها أيضا فيها شدة العقاب بالإزالة لشفاء صدور المؤمنين، يعني هم المؤمنون يرون ما يحدث لأعدائهم والذين كادوا لهم والذين مكروا بهم والذين ظلموهم والذين طغوا وبغوا عليهم وتجاوزوا. قال الله تعالى ثم دمرنا الآخرين، هو أنجى موسى ومن معه أجمعين، ثم دمر وأغرق الآخرين وهم على أعينهم ينظرون إلى هذا الفرعون الذي قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. تكلم بكل عجرفة وبكل طغيان، طاغية أرعن لا يفكر إلا فيما يقبض بيده، لأنه لا يربط الأرض بالسماء. وكثير ممن يخطط ويمكر ويكيد يحسب أنه عندما كاد وأطبق وألم بكل شيء وأحاط به أنه تمكن، وهذا نوع استدراج من الله، ده نوع إزالة أيضا، لأنه هذا يقول إلى إزالته، يقول إلى إزالته، لنوع إزالة. الله تعالى قال سنستدرجه من حيث لا يعلمون، قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أمر جلل في هذا الباب. ولذلك لابد للإنسان كما قلت أن يتفقه كيف يتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات الولاء. يا للخسارة للمقلدة الذين جعلوا أنفسهم من الغباء بمكان، هم جعلوا أنفسهم ذلك، أنا لا أتهمهم، هم تغابوا حتى بلغوا إلى هذه المنزلة يجرون بالسلاسل. ويا للخسارة والويل ثم الويل لمن لم يتعرف على الله بحسن التعرف بإثبات صفات الله جل في علاه بالإثبات حتى يكون في ربوع هذه الجنات من التعرف على الله بأسمائه الحسنى وهذه الصفات وصفات الكمال، فيكون له لذة إيمان أخرى مختصة به فقط، هو سيرى دمع العين يجري وهو متلذذ، يعني يتلذذ تلذذا فوق ما على أي أهل الجنة. أفقر ما يكون إنسان فقرا عندما يجهل بالله جل في علاه. قال تعالى فلم، وهنا نشوف موسى ومن معه جميعا شاف الله صدورهم، وينظر إلى إغراق فرعون ومن معه وأطبق، كان البحر كالجبلين كالطود العظيم، هم يسيرون على اليابسة الأسماك والحيتان على اليمين وعلى الشمال، ثم بعد ذلك يعني تأتي المفاجأة الكبرى بأن الله جل في علاه ينقذ موسى ومن معه، ثم بعد ذلك يأتي البحر، الله يأمر البحر فينطبق على هؤلاء بعدما استدرجهم الله جل في علاه، انطبق البحر على الجميع وهم ينظرون وكان الأمر
افتعاله الأصيل في هذا الباب اليقين التام من موسى في رب العالمين. قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا يقينا إن معي ربي سيهدين. شوف هنا الفاء فاء التعقيبية للسرعة، فأوحينا إلى إذن التعامل مع الله جل وعلا. أنا قلت دائما الانطلاق الصحيح من هنا، من هنا هذا الانطلاق الصحيح. فإن كان المرء قد تفقه في الباب وقد عقل قلبه عن ربه جل في علاه فهو أسعد الناس وهو أنجى الناس وهو أقوى الناس، حتى ولو أتت عليه ما أتت الدنيا بأسها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله أحمد، تفضل. أهلا بك، تفضل تفضل. قال الله تعالى فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثله. إن وجدت الآثار ما وجدت إلا أن تعتبر، ولذلك لابد أن ترى عجب العجب العجاب يمرون على هؤلاء الذين قد أهلكهم الله جل في علاه، على هؤلاء المهلك المهلكين، يعني لا يعبؤون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين من السنة أنه لابد من الإسراع ولابد من التباكي حتى لا يصيبهم ما أصابهم. يدخلون إلى أماكن الفراعنة يقولون آثار تحف وينظرون لا يعتبرون بهلاك هؤلاء، وأنت لا 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 يجوز لك أن تدخل إلا معتبرا إلا باكيا لتعلم كيف أذهب الله الملوك وملكهم، وكيف قد أتى العقاب الأليم فأحاط بكل من طغى وبغى وكان من الرعون بمكان. فالتدمير هنا معناها إزالة كل البناء المشيد، وأيضا تدمير كل ما كان صالحا، فيعم فيه العموم وفيه الإزالة والرجفة وفيه الزلزلة وفيه القوة عند طبعا قوة البطش عند 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 العقاب. فيكون التدمير هو الاستئصال الشأفة بأسرها، استئصالها من مكانها، لا عودة فيها كالهلاك. والمحق ورد في القرآن مرتين، قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، هذا ليس فيه نوع تمام الإزالة، المحق إزالة لكن ليس فيه نوع تمام الإزالة كالتدمير أو كالدمدمة، لأنه فيها الإتيان على جذور الشيء واقتلاعه. لكن المحق لا، المحق الأصل يكون موجودا لكن البركة غير موجودة. فالاشتراك هنا في الإزالة الثمرة واحدة. فهنا يكون المحق في هذا الباب هو إذهاب البركة، وهذه حصر فوق الحصر. يعني الإنسان ما دام معه الجذر، ما دام معه الأصل، كلما ينظر للأصل يقول سيتنامى سيثمر، وهذا يصيبه بالهم والغم والحزن أكثر. لكن عندما تقتلع من الجذور مش هيفكر فيها مرة ثانية ولا يفكر في العود. لكن المحق هنا فيها، ولذلك كان المحق عقوبة ليش؟ للربا، لأن الربا أبغض شيء عند الله جل في علاه. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الله تعالى وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. طبعا يمحق الكافرين، لو كان هنا جذور الكافرين لما يبقى؟ ما الكافر الكافر عاث في الأرض فسادا. نقول بقاء الكافر لحكم عظيمة. الحكمة الأولى أن يتمتع بأي حسنة عملها في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس له من شيء. الأمر الثاني أن يكون عبرة للآخرين. الأمر الثالث مهم جدا، الكافر وجوده في الدنيا تمايز. الكافر وجوده في الدنيا من أجل التمايز، تفهمون أم لا؟ من أجل التمييز بين أهل الحق وأهل البطلان، بين أهل الخير وأهل الكفران والعصيان. يعني وجوده للتمييز، يميز الله به الخير من الشر، كوجود إبليس. فهذه أمور لابد يعني اللبيب أن يفقهها فقها دقيقا في هذه المسألة. نعم. وايضا فيها 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 مساله رفعه المؤمنين، فرفعه المؤمنين بانهم يبايعون الله جل في علاه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وفيها ايضا علو المسلم على الكافر، لان هذا كونا وشرعا، وان كانت الايام دول كما قال الله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس، لكن كونا وشرعا علو المسلم لابد ان يكون حتميا، وهذا الذي نحن نستيقن منه. مهما حدث من علو الطغيان والظلم والفجور والكفر فإن الإسلام يعلو، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن من الذي يسعده الله بذلك؟ لابد أن نراجع أنفسنا. قال الله تعالى ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يمكن أن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يمكن أن ترى ذلك بحال من الأحوال. نعم. محا، ورد هذا اللفظ أيضا في القرآن 3 مرات. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. حياكم الله وبياكم دكتور، أحسن الله عليك يا دكتورنا، نسأل الله أن يسعد بك وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك ويعلمنا وإياك، ونسأل الله أن يستعملنا وإياك في مرضاته ويجعل مسعينا في مرضيه. كم لكم من أيادي علينا، نفع الله بك الأمة الإسلامية دكتور مدحت، أحسن الله عليك. فهنا القول في هذا الباب: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. المحو هنا، فيها نوع إزالة فرع لا أصل، فالمحو يشترك مع المحق والتدمير في الإزالة، لكن ليست أيضا كلية. بلى بلى، أقول قد يمحو كلية قليلا، لكن المحو هنا ليس محو كلية، لأن جاء المحو في هذا الباب في الكتابات التي بين أيدي الملائكة، وثبوت الكتاب أصلا وين؟ في اللوح المحفوظ. يعني لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، انتهى، لا يتبدل ولا يتغير. اما صحف الملائكه قد يتبدل فيها وقد يتغير وقد يكون ثابتا، يقول اي رب، اي رب ذكر ام انثى، اي رب الرزق، اي رب الاجل، اي رب شقي ام سعيد، وقد يتبدل. لذلك عمر كان يطوف ويبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني على بطن أمي أو في صحف الملائكة، شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. ثم يقرأ يدلل على فهمه الدقيق ويقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. نعم. وفي قوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، هذه إزالة كلية من الآن، لكنها لما كانت متكررة علمنا أن الأمر يأتي إيش؟ لا يأتي على الكلية، فإن الليل يمحى بالنهار، إذا أقبل الليل من هنا أدرى النهار من هنا فقد أفطر الصائم. والأمر الثاني في هذا الباب: أيوب رضي الله عنك يا أستاذ أيوب، أبا عباس، نسأل الله أن يجعلك يعني أن يلهمنا وإياك الإخلاص في الذب عن أعراض الأفاضل الأماجد الكرماء، وأيضا نتبين، لأن أنا قلت لك من اتهمني بشيء وعنده البينة أنا أسمع له وأطيع وأغير ما بي وأستغفر الله وأعلنها للناس جميعا. أقول قد رأى فيا ما لم أره في نفسي من الإساءة والتعدي والتجاوز أو البدعة التي حسبت أنها ليست بدعة وأتراجع سريعا، طالما عنده بينة في ذلك. لكن ما عنده بينة كما قلت أغزو الناس بالظنة، هذا فعل أهل البدع والضلالات، ليس فعل السنة والجماعة، هذا فعل المعتزلة. وكثير من إخواننا المتسرعين جدا قد يتهمون الناس بالبدعة وليس لهم لا بينة ولا دليل ولا حتى أثار من علم على ما يقولون، وهذا سيكونون خصماء لهم عند الله جل وعلا يوم القيامة. لا، ما يحسبش المسألة مرجاء ليوم القيامة فقط، بل في الدنيا أيضا سيسلط الله عليه ما نتكلم فيه. عجيب جدا في مالك وفي غيره، هناك أناس فيهم عيوب وسكتوا عن عيوب الناس، فأسكت الله عنهم الألسنة مع وجود العيوب اللي فيهم، وهناك أناس ليس فيهم عيوب فتكلموا عن عيوب الناس فأنشأ الله لهم قوما أنشأوا لهم عيوبا فتكلموا عليهم فيها، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا. فأنا تكلمنا معا سريعا، وعايز لو في شيء آخر عندك تريد تتكلم فيه تحت أمرك، تريد لقاء يكون تام بيننا وبينك، ما فيش مشاكل. ولو تتصل حتى الدكتور مدحت ممكن يتواصل معك، انظر ماذا تريد. أولا أحترم لك أدبك هذا، وأحترم لك طلبك هذا، فأولا أنا أقول لك دون أن تستأذنني، أنا ما أعرف من قال، لا أعرفه، وأنا بيني وبينك حتى قلت لك لا تسمي، لكني لا أرضى بالظلم، لا أرضى بالظلم. فإن كان الأمر ذبا عن رجل ما علمت عنه إلا بالفضل وبالكرم وإلا بالتمسك بالسنة على مآخذ أنا أخذها عليه، أكررها على مآخذ أخذها عليه،
قد أكون مخطئا، قد يكون مصيبا. قلت لك قد يأخذ علي أنا ما أخذ مضاعفة عن ما أخذ لا تأخذها. كل يأخذ من قولي ويرد، وليس فينا كاملا، ومن ادعى الكمال يضرب على قفاه. سامحني بهذا اللفظ، من ادعى الكمال فإنه مغزول، مغزول. فإذا الأمر لك، لك أن تنشر ذلك. وأنا أولا أشكر لك فضلك على أدبك وعلى استئذانك. وهكذا الديانة، هكذا الديانة. رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. لا الآن وقت الناس، وهناك أنا بعد العصر في مشكلة، ناس دماء قتل بعض في بعض. ده أنا عجلت بالدرس الآن عشان هذا مجلس فيه تقطيع وجوه وأيدي. يعني ادعوا لي بقى بالله، أنا مرتجف والله العظيم وأنا أجلس، مش مرتجف خوفا، أنا لا أخاف شيء الحمد لله، وإلا أنا عايش وسط هؤلاء. مرتجف ألا يكون هناك مصالحة، لأن هذه المصالحة فيها 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 عصمة للدماء. فأخي الكريم، ما قلته لك ما زلت أدين الله به، وأعوذ بالله من طريقة أهل البدع في وصف الناس وتبديع الناس بالظنة لا بالعلم والبينة. فانشر ما قلته لك ذبا عن أخي الفاضل الكريم. وكما قلت أنا أقول تصريحا، لي مآخذ، لكن ما علمته إلا دينا تقيا نقيا بارا رجلا صاحب سنة، هذا الذي أعلمه عنه، ولي عليه مآخذ. هذه مآخذ ما يصح أن أتكلم فيها الآن. إن أكرم الله وكان بيننا لقاء أو اتصال أو فرج، عجل الله بالفرج له ولغيره من العلماء ومن أهل الدين الذين يعملون الدين لا جل في علاه، كان تبيينا. لكن كما قلت لك لا أرضى بالظلم عليه بحال من الأحوال. الرجل صاحب سنة حقا، لك أن تأخذ هذا الكلام والكلام الذي كلمناه وتريد تنشره، هو لك درءا وذبا عن عرضه، وأيضا نصرة لمظلوم قيل فيه ما ليس فيه. لكني لا أعرف من تكلم ولا أريد أن أعرف، ولا أريد أن أعرف. لكن نصيحة لمن تكلم، أقول له اتق الله ولا تحاسب الناس ولا تأخذ الناس بالظنة، فإن هذا فعل المعتزلة. كن سلفيا حقا من أهل السنة والجماعة. فتبين إن النبي ذهب إلى حاطب بن أبي بلتعة وقال له، هو معه ده وحي جاءه والكتاب والخطاب موجود، وأراد أن يتبين، وقال يا حاطب ما هذا يا حاطب. وكان حاطبا في هذه الأونات، كان وقال حاطب آسف، وقال حاطب قولا صدقا وكان صادقا، كان حاطب صادقا عند ربي جل وعلا. لذلك قال صدقك الرجل، ولعل الله اطلع على بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذا أنا قلت لك ذلك لعل الأخ الفاضل اللي تكلم يعني أيضا عنده غيرة في الدين ويريد الدين، فنقول له تراجع، أخطأت أخي الكريم، فكن نبيلا وتراجع واستغفر الله وارجع. فكن على الفضل أنت، وكن سلفيا حقا، لا تتهم الناس بالظنة، فإن هذا ليس من فعل الأبرار الأخيار، لا والله ليس كذلك. أنا الآن لمحت أن معنا أخانا الفاضل الأستاذ الكريم، أستاذ محمد أبو محمد الآثري. صحيح معنا أستاذ محمد إنسان، هذا الفاضل الكريم المحقق، نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية. يعني كم نتشرف أن الأمة الإسلامية لها 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 يعني شرف بأبنائها هؤلاء الذين يعملون دين الله جل في علا. هذا كله لا أصل له، وأبو محمد يحقق لكم ذلك، كل هذا لا أصل له. وهذا هذا 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 قول أكيد أهل البدع والضلالات. أصلا مسألة أبي لهب دي رؤية وليس فيها مرفوع عن النبي حال من الأحوال، لأنه لما أعتق صهيبة، لما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله دي ولادة النبي، ما كانش يعرف أنه نبي أصلا، ويخف على عنه كل يوم اثنين، هذا كلام لا صاحب حال من الأحوال. كتب ذلك من الذي كتب ذلك؟ الذي كتب ذلك أكيد جاهل مركب. عامة أنا أريد أني من الدرس عشان الدماء التي ورائي الآن في المشكلة أنت أنتهي منها، وكلنا لقاء نتكلم في كل شيء عن هذا الباب. أعوذ بالله، الجرأة على الأعراض مصيبة. إذا أراد الله خذلان عبد جره وفتح لسانه على الآخر، على أعراض الآخرين. وأنت يا ابني عندما تسقط عالم له فضل وله قدم صدق في الدعوة إلى الله جل وعلا، فأنت تعادي الله، أنت تصد عن سبيل الله. أنت بيانت البدع حقا وأثبتها بالطريق الصحيح في بابه حقا، نحن معك
ونشد من أزرك ونقف معك ضد البدعة وضد صاحب البدعة. أولا نرحم صاحب البدعة وندعوه، فإن وافق وقبل الحمد لله، فإن عاند فلا نترك له مجالا حتى لا تنتشر بدعته وتؤذي الناس جميعا. لكن لا تأتيني بالظن والمسألة محتملة والمسألة فيها ما فيها من أخذ ورد العلمي، لا ثم لا، لا ثم لا. ولو وقع سني في البدعة، وقع فيها بدعة حقا بدعة، نحن نقول له نحمل سنيتك فوق رأسنا وأنت معظم عندنا، لكننا لا نرضى بهذه البدعة، أنت أخطأت في هذا فتراجع، فيتراجع الرجل. حديث أبي جهل، ولا تقصد حديث أبي لهب، أبا محمد، حديث أبي لهب تقصد بذلك، ليس أبي جهل، حديث أبي لهب نعم، وهو مبطور، هي رؤية أصلا. اللهم أمين، اللهم أمين. كان الله في عونك خديجة، علمنا حرصك فلذلك أنا أعذرك. قلنا محا، خلاص المحو هنا. قال الله تعالى: يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. هذه إزالة الباطل، لكن في نهاية الأمر قد تكون الإزالة إزالة تم، لكن الباطل لا ينتهي إلى يوم الدين، الباطل لا ينتهي إلى يوم الدين، من حكمة رب العالمين، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله. أستاذ فلسفة، أستاذ فلسفة، دخلنا بقى في الفلسفة. يقول فلسفة وأخلاق، الفلسفة مع أن الفلسفة تضيع الأخلاق، يقول فلسفة الأخلاق في الدراسات الإسلامية في أحد الدول العربية، وكتب هذا التاريخ رمضان، هذا جاهل يعلم، الذي كتب بذلك جاهل يعلم، جاهل بالأثر وبالنظر، وما عنده فقه، ما عنده فقه. وإن أردتم فلنت لكم ما قال في 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 وقت آخر، لأن الوقت مش معي الآن. أيضا تفضل تفضل أبو محمد، لكن هو أبو لهب، أبو لهب أكيد دي خطأ لسان، خطأ قلم. أدعو لي بالله، أدعو لي أبو محمد، ولنا لقاء واتصال، لأن أنا أريدك إن شاء الله. أهلك ورد في القرآن أكثر الألفاظ ورودا في القرآن هو الهلاك. أهلك ورد حوالي 68 مرة. قال الله تعالى: هلك عني سلطانية، هذا في الآخرة عندما يرى أنه خالل فاض، أنه كالذر مقرعا موبخا بالتقريع والحقارة التي يكون فيها أمام الناس جميعا من لدن آدم إلى آخر خليقة يوم القيامة. طغى على عباد الله، ما شامخ في بأنفه، فأسقطه الله تعالى في الذلة والمهانة وحتى في التعذيب، يقرع: ذق إنك أنت العزيز الكريم كما زعمت أنت. أمين أمين. رضي الله عنك خديجة. قال تعالى: ويهلك الحرث والنسل، هذه معناها إزالة تامة بغير عود، إزالة تامة بغير عود. اتصل رمضان سريعا الآن، لأن والله أتينا بسيارة. إزالة تامة بغير عود. وأيضا ورد في الموت: ولامرؤ هلك ومات، هذه إزالة تامة من الدنيا، لكن له حياة أخرى وهي الحياة الأخروية. وأيضا في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هذا الفناء، الدنيا بأسرها ناس تزال ولا تعاد مرة ثانية. وحتى الذين يطلبون العود إلى الدنيا لا يعودون، ولو طرد يوقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الأستاذ أبو العباس لو أحد يرسل له أنه أيضا يأخذ يقتطع تجازئ كلمتي، نصيحة للقائل، نصيحة للقائل بأنه أيضا يتراجع، يعني إن وجد في ذلك يتراجع، وأنه لابد أن يكون على السوية ويكون على الطريقة السلفية الصحيحة، وأنه لا يأخذ الناس بالظنة. أرجو أنه أيضا يجعلها نصيحة للقائل، أنا ما أعرفه، لكن الأخ يعني يكلمه. دكتور مدحت أشار إلي باسم واحد، وأنا ما أدري أستبعد هو أو لا، ما أعرف، لأن الأخ الذي قال لي أنه قال، ما قال لمن، وهو أنا ما رضيت أنا أسمع. في الحالتين أريد أيضا أن تكون نصيحة له، فهو أخي في الله أيضا لابد أن ينصح. وفيها الهلاك الطارئ، طرو الهلاك على الكافرين لا على المؤمنين، يكون محطة الهلاك موجودة وأسباب الهلاك موجودة، لكن أهل الإيمان الله تعالى ينجيهم، كما حدث مع فرعون ومعه، أيضا كما حدث في بدر وفي غيره. إذا دمر دمدم، محق محا، أهلك، كل ذلك في كل هذه الألفاظ تشترك في معنى واحد وهو الإزالة. ويفترقون في كثير من أمور الهلاك، الإزالة مع عدم العود، في هذا استئصال تام.
والدمدمة يكون فيها إطباق مع عموم. كان الله في عونها أخته حريصة جدا سديدة هذه، ربنا يفتح لها. وهنا التدمير يكون فيه القوة والإطباق والمباغتة، ويكون أيضا فيه المفاجأة للإبادة الجماعية. دمر الله عليه والكافرين أمثله. نعم. والمحق فيها زوال، ليس زوالا تاما لكن فيها زوال. وقد يأتي الهلاك بمعنى الاستصال التام، ويأتي الهلاك أيضا بمعنى الموت، ويأتي الهلاك أيضا بمعنى عدم المطبق المطلق في هذا الباب. إذن هذه معاني بأسرة اشتركت في معنى واحد، وافترقت بعد ذلك في معاني أخرى، كما أن السياق في القرآن حاكم ومبين. لذلك قلنا ليس كل أحد يستطيع أن يتصدر للناس حتى تفسيرا في هذا الباب، لابد أن يطلع أيضا لكلام الأولين. فالتفسير الصحيح في ذلك هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن باللغة والمواقع وأسباب النزول. قد يعني تكون هذه هي محطة قوة التفسير، هي محطة قوة التفسير. نسأل الله أن يجعل ذلك نفعا للأمة الإسلامية. وقد يعني قصرت بعض الشيء في أخذ مادة تانية الإخوة الذين تداخلوا، وأخونا الفاضل أبو العباس، ليت أحد الآن يأخذ الجزئية دي يبعثها لأبي العباس، يقول له أيضا نصيحة للمتكلم، يبعث له نصيحتي. رضي الله عنك أبو عمر، أحسن الله عليك. سأختم بكلام جميل جدا أعجبني جدا للإمام العلم الأثيوبي محمد بن آدم رحمه الله تعالى، مات قريبا، عالمنا النبيل، صاحب كتاب النسائي وصاحب كتاب مسلم، له كثير في المكتبة الإسلامية. كان يقول: أيها العاقل اللبيب، ليتكم تأخذون الجزئية هذه، أنقلها نصا عنه، بعد ذلك التعقيب عليها سيكون في دروس أخرى، لكن هي نفسها تغني عن التعقيب. أيها العاقل اللبيب، لا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد وملجأ العنيد، بل كن مع الحق تدور معه حيث دار. ينجيك الله من مخازي دار البوار، أعاننا الله منها الرحيم الغفار. التقليد مهلكة، وهناك من يشيع بين الناس أنك لن تتعلم إلا بالتقليد، ومعنى ذلك أنه سيخرج لنا جيلا مشوها مبطور العقل موقوف الفهم، وبعد ذلك تقولون تنصر الأمة، تتقدم الأمة، يبقى فيه اجتهاد في النوازل، أين يكون؟ لابد من نصيحة. أستاذ دكتور مدحت، أعلم قلبك الطيب وأعلم ما أنت فيه، أنا أخالفك في هذا، وتعلم أخي وأعلم منك أيضا أنك تحب الخير للغير عموما، وتحب الهدى للجميع، وأنا أحب الهدى للجميع، ويجب علي أن أنصح إخوتي من جميع الطوائف، من جميع الطوائف. فلذلك أعزم على الأخ أن يرسل النصيحة أيضا للأخ القائل في هذا الباب. رد معك يا دكتور مدحت، أنا ما أخالفك أنت تتفق معي، لكن أعلم أنك ترى أن ممكن تكون المفسدة هي التي غطت عليك أن تنظر في ذلك. لابد من النصيحة للجميع. رمضان بسرعة يا شيخ. رضي الله عنكم، إني أحبكم في الله، أنا أصلي في مسجد فيه جنازات، وبعد كده المشكلة بالله ادعوا لي أن أوفق في مسألة المشكلة هذه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.